الأخلاق بمعناها العام يعني كيف تتعامل مع الطرف، هذا معنى الأخلاق. الأخلاق بمعناها العام الآن أذكر لكم بعض النماذج، بعض المفردات الأخلاقية، من جملة المفردات الأخلاقية المشورة في الحياة العائلية. هنالك في الحديث الشريف المنافق ياكل اهله بشهوته والمؤمن ياكل بشهوة اهله اليوم اجيت للبيت المرأة تقول لكم ماذا نطبخ في هذا اليوم؟ المنافق يقول كذا يفرض إرادته على زوجته ولكن المؤمن يقول لزوجته كل ما تحبون ياكل بشهوة اهله. إلى أين نسافر؟ نسافر إلى هذا البلد أو إلى ذلك البلد. الملاك في الحديث الشريف أن المؤمن يسافر بشهوة أهله، يعني باشتهائهم. والمنافق يسافر اهله بشهوته يفرض رايه هذا النوع من الاخلاق وذلك نوع من الاخلاق. الله تعالى في قضيه جزئيه وهي قضيه الفطام يقول تشاوروا فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاوروا. المراه تفطم او لا تفطم الولي تشاور بينهما حتى في هذه القضيه الجزئيه. التقدير هذا من الاخلاق، تقدير الاخرين. لاحظوا حياه النبي صلى الله عليه واله كان يقدر اصحابه الصالحين تقدير. يعطيهم اوسمة أنتم عندما تأتون إلى البيت، وتجدون أن زوجتكم قد طبخت لكم الطعام، وأدارت البيت، وتحملت ألم إدارة الأطفال، كل واحد يحتاج إلى تقدير، حتى عاملكم المستخدم عندكم اللي يجيب شاي يخليه أمامكم يتوقع منكم تقدير. فكيف بشريكة حياتكم؟ تحتاج إلى تقدير. التقدير مو لازم يكون تقدير مباشر، ولو تقدير غير مباشر. أن تعبر عن امتنانك، الرجل يعبر عن تقديره لزوجته، الرجل أيضاً تحمل، ذهب إلى الدكان وتحمل عناء العمل. وواجه مختلف ضغوط الحياه عندما يدخل في البيت يتوقع التقدير من زوجته. من اخلاق الدين التقدير والتشكر. من الاخلاق بمعناها الاعم، بمعناها الواسع المحبه. بذل المحب، أكو بعض الأفراد رجال ونساء عدهم حالة المحب وحالة المودة وأكو بعض الأفراد عدهم حالة جفاف وحالة خشونة وحالة غلظة. المحب إحدى الأركان المهمة في النجاح في الحياة العائلية. وفي الحياه بشكل عام